عصام عبد الحميد. يا كابتن عصام ازي حضرتك، والف مليون مبروك اهلا الفوز بيك كابتن النهارده. خالد، الله الله يخليك، يبارك فيك يا حبيبي. مبروك يا كابتن عصام. النهارده نتيجه تقيله قوي يعني امام خصم قوي وعنيد في قيمه النادي الاهلي. الحمد لله كابتن خالد، طبعا مباراه زمالك واهلي انت عارف بتبقى مباراه ديربي، صحيح. وطبعا قدمنا النهارده الحمد لله لعيبه عملوا مباراه كبيره ووصلنا لفرق سكور عالي يمكن 29 نقطه في اوقات من المباراه، والحمد لله طبعا. وانا بشكر بمنتهى الامانه الاستشار مرتضى منصور واعضاء مجلس الاداره ان احنا قدرنا نرجع تاني نلعب في ملعبنا، كانت نقطه مهمه جدا جدا لتفوقنا النهارده. انا عايز كمان يمكن قبل ما اتكلم معاك على ترتيب نادي الزمالك والدوري وشكله والماتشات اللي جايه، عايز اقول طبعا ان الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي كان متواجد داخل صاله نادي الزمالك النهارده واستقبل احسن استقبال، وخرج معزز مكرم من داخل نادي الزمالك، فيعني اهلا وسهلا به. وبشكر ايضا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي استقبل هذا الرجل استقبال محترم وخرج بصوره طيبه جدا من صاله نادي الزمالك. طبعا ده عهدنا احنا كنادي الزمالك كمسؤولين وكلاعبين وكجهاز فني ان احنا بنحتفي باي حد، وفعلا ده حصل. وكمان احنا بعد المباراه كنا مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ويعني وصلناهم يعني لخارج ابواب النادي، ويعني كان الامور كلها مستقره الحمد لله. طيب كابتن، عايز الناس اللي معايا تفهم دلوقتي، احنا بنلعب في المراحل الاخيره للدوري. نعم كابتن خالد، الدوري ببساطه الدوري عباره عن 8 فرق. تمام. 8 فرق دول بيلعبوا مباريات ذهاب وعوده. تمام. يعني كل فريق بيلعب 14 مباراه. يمكن احنا وصلنا للمرحله ال 11 دلوقتي، باقي 3 مباريات. كل الدوري ده برغم الحماس اللي فيه، لكن هو دوري ترتيبي، بمعنى انه بيترتب الفرق من الاول للثامن، وبتعمل بعد كده بلاي اوف. الفريق الاول بيلعب الفريق الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس. كسبان منهم بيوصل للسيمي فاينال بيست اوف فايف، يعني 5 ماتشات اللي يكسب منهم 3 يوصل للفاينال. طب معلش انا اسف، يعني انا اسف يا كابتن عصام، طبعا كل الاحترام والتقدير لاتحاد كره السله، انا عندي 14 فريق في الدوري، 8 فرق في الدوري، مباراه ذهاب واياب، لماذا لا يحدد البطل من خلال الاول على طول؟ يعني والله ده راي محترم جدا، يعني انا مش فاهم، يعني انا ازاي انا العب انا ذهاب واياب وبعد كده اطلع الاول وبعد كده العب دور قبل نهائي ونهائي عشان اطلع الاول تاني؟ انت رياضي كبير وطبعا ليك فكرك، وانا موافقك في الفكر ده، ويمكن انا كنت بطالب بده، لكن دي وجهه نظر الناس المسؤوله في اتحاد كره السله وتحترم، لكن انا كان لان الماتشات حماسيه جدا، لكن مش ما يكفيش ان خد المباريات دي كلها عشان ترتيب فقط. انا كان يعني وجهه النظر، وممكن الناس تفكر فيها بعد كده، ان الدوري ده يتعمل لكن يبقى مثلا خلال المباريات ديت يبقى فائز بالبطوله، وبعد كده ممكن يتعمل البلاي اوف على نفس الترتيب ده، عشان ما يضيعش المجهود ده هباء لمجرد ترتيب فقط. يعني انا مثلا ممكن العب، اصل بالمنطق ده ممكن فريق يلعب مثلا 8 ماتشات على ارضه و8 ماتشات خارج ارضه ويطلع الثامن وبعد كده يطلع الاول. دي حقيقة، هي دي الفكرة فعلا، دي الفكرة. يعني تمام، بتكلم في نقطة مهمة جدا، أرجو إن الناس يعني يعني يفكروا فيها بشكل إيجابي، لأن طبعا أنت كل ماتش بيهمك، يعني طبعا هو في حاجة مهمة إن أنت يهمك، يعني هي النقطة الوحيدة الإيجابية، لكن طبعا إيجابيتها مش بنفس المستوى اللي أنت زي ما أنت حضرتك بتقول كده، إن الفريق اللي بيبقى ليه الأفضلية في الترتيب سواء أول أو ثاني أو ثالث أو رابع بيلعب ماتشين من الثلاث ماتشات على ملعبه. صحيح. طيب احنا حتى الان نادي الزمالك متصدر دوري الذهاب والاياب. لا احنا لا، يمكن احنا في الترتيب يعني فرق مباراه ما بيننا، يعني احنا ما بيننا وما بين الاتحاد والاهلي، يعني فرق مباراه واحده. يعني يعني الاتحاد متصدر هو والاهلي. بالظبط كده، الاتحاد والاهلي عندهم 3 خسارات، احنا عندنا 4 خسارات، وبيجي بعد كده الجيش برضه 4 خسارات، والجديد اعتقد 5 او 6 خسارات. لكن طبعا المرحله الجايه الثلاث ماتشات الجايين هيبقى ليهم حسم، لان في فرق كبيره هتقابل بعض زي الاهلي والاتحاد هيقابلوا بعض، الزمالك والجزيره الماتش الجاي. فالثلاث مباريات الجايين ممكن يعيدوا الترتيب تاني بالنسبه للثلاث او 4 فرق اللي بينافسوا على المراكز من الاول للرابع باذن الله ان شاء الله. الزمالك فاضل له الثلاث مباريات اللي فاضل له، واحده مع الجزيره والماتشين التانيين مع مين؟ ومصر للتامين والجيش. تمام، يعني يعتبر اقواهم هي مباراه الجزيره. بالظبط كده، بالظبط.
تمام. النادي الاهلي عنده مباراه لسه مع الاتحاد، وهما الاثنين يعني عنده مباراه مع الاتحاد وعنده مباراه مع الجزيره يعني. ماتشين تقال طبعا، ماتشين تقال. طب اشكرك كابتن عصام، والف مليون مبروك الفوز النهارده على النادي الاهلي بهذه النتيجه الثقيله والكبيره على فريق كبير في كره السله النادي الاهلي طبعا 90 67.